مثل ما خير منها دقيق. يغيظني كي يعطوا الكهنة تصدقوا بيه. بنتي يسكتي حبيهم يسمعوك. شكون الكهنة فرشلين؟ حتى نحب نعجن. هذا ما تمسيشو للمعبد. إذا تحبي تعجني تغسلي وكوني طاهرة. هذيك هي الشريعة مشني جبتو مع عندي. صدقي يا مريم يعملوا المرأة كما يعملوا العنبة الطايبة، على قد ما يشكروها على قد ما يعصروها. اطلبي من ربي يجيبوا كامل فكور. ربنا أعطانا رحمته خلانا نولدوا كل هالأناثي. تعرفيش المثل اللي يقول ربي خلق الأمهات خاطر ما يقدروش يكونوا في كل مكان. هذاك علاش هو ديما لي في حاجات أخرى. هاك اللحمة مسخت الصدقة. زين عم كل شيء من الأول تو. باش تتربى في المستقبل. على شوية دقيق. رحيل تعالي لبي. واش من دقيق؟ لازم أفسر لك هذا يا مرأة. يوسف خلي مرتك تشد مكانها. ريت حارب من يوم حبيت. ما يهمنيش واش تحب، علمها تشد مكانها. أخويا مريم ما حبش طيح لك من قدر. حنا بنتك ما يلزمهاش تحط راسها من روس الكبار. هي تعرف القانون ولا يلزمها تعرف اللي المرأة تايعة نعمة من عند ربي. إذا كان هكذا منني اللي عملته تعلمتها من عندي. هي اللي عجنت الدقيق وتوزيت تعاود تعجنها مرة أخرى. هذه خدمة بتخص كنسي.